للحديث مشاهدينا عن هذا الإنجاز العلمي الجديد ينضم لنا من استديوهاتنا في الدمام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الليلي عميد البحث العلمي بجامعة الملك فيصل. حياك الله ويسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أو بالأحرى بروفيسور. كل خير. أسعد الله صباحكم بكل حياك خير. حياك الله أهلا وسهلا بروف. أول شيء ببارك لك حصولكم على هذا الاختراع وهذه البراءة، وهذا شيء يعني نفتخر فيه إحنا كسعوديين. خبرنا عن هذا المنجز، عن هذا الإبداع الجديد اللي يحسب للجامعة. أولا أشكركم على كريم الاستضافة، وأبلغ تحيات معالي رئيس الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا تحياته، وأشكركم على كريم الاستضافة. الجسم البشري يمر بظروف خطيرة في بعض الأحيان، ويكون ردة فعل الجسم البشري هي الالتهابات، فبعض الالتهابات تكون خطيرة وبعضها تكون لطيفة وتمر بسهولة جدا. الإشكالية تكمن في خطورة الالتهابات الخطيرة، فيكون عادة ردة فعل الجسم ممكن يكون منها سرطان لا قدر الله في جميع حالاته المختلفة. فجامعة الملك فيصل حرصت على التركيز على هذا الجانب اللي هي الالتهابات الخطيرة، وكيف ان احنا ممكن نلجأ لعلم الصيدلة للبحث عن أدوية مناسبة لتقليل هذا الخطر. وهنا تكمن الجهود المباركة اللي تبذلها كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية العلوم في هذا المجال للحد من النتائج الناتجة او المخاطر الناتجة عن الالتهابات الحادة والخطيرة. جيد، هذه الالتهابات دكتور تكون مرتبطة بعمر المريض، أيضا بحالته الصحية، وتتفاوت وكيف التدخل العلاجي من نوع إلى آخر. يعني خلينا ندخل شوي في التركيبة الدوائية والاستفادة منها في هذه براءة الاختراع. هو الإشكاليات تكمن من مراحل ابتدائية من عمر الطفل وهو صغير إلى مراحل متقدمة من العمر، فهي على حسب الجرعات أحيانا الدوائية اللي يتخذها، على حسب التدخل الطبي اللي ممكن يحصل عليها الجسم البشري في أي مرحلة من مراحل، سواء كان كمولود حديث أو في مراحل متقدمة من عمره. دكتور، شهدت الجامعة طبعا ما شاء الله يعني براءات اختراع كثيرة، برضو تطور فيما يعني يخص إذا بنتكلم عن مجال البحث العلمي. حدثنا عن هذا المجال بشكل موسع. أي مجتمع بشري يمر بمرحلتين، مراحل التطور. المرحلة الأولى هي مرحلة نشر المعرفة وتبادل المعرفة، المرحلة الثانية هي مرحلة المساهمة في بناء المعرفة. فالأولى هي يكون عادة وضع المجتمع هو استهلاك المعرفة، المرحلة الثانية هي مرحلة إنتاج والمساهمة في الإعطاء. فالأولى هو مستفيد مستهلك للمعرفة، الثاني هو منتج للمعرفة. المملكة العربية السعودية في بداية الأمر كانت متركزة أو متمحورة الجهود التطويرية على نقل المعرفة من خلال إنشاء المدارس، إنشاء الجامعات، إنشاء المكتبات سواء كانت الرقمية مثل المكتبة السعودية الرقمية ونحوها، وأدت أداء جداً مبهر في هذا المجال. الآن حنا ننتقل إلى مرحلة ثانية من مراحل التطوير، اللي هي المرتبطة بإنتاج المعرفة، المساهمة في بناء المعرفة من خلال إنتاج المراكز البحثية، تركيز الجامعات متمثلة في وكالة الوزارة التعليم للبحث والابتكار في تعزيز جانب البحث العلمي والابتكار. الآن جهود جداً رائعة تعقدها الجامعات من خلال الشراكات مع المجتمع المحلي من ناحية مثلا القطاع الصناعة، القطاع الخاص، أنهم يعزون جانب البحث العلمي والابتكار. من خلال هذا نتج عنا الجهود اللي احنا نشوفها الآن، ما شاء الله الجامعات قاعدة تسجل براءات اختراعات متتالية في جميع مناطق المملكة، وعلى رأسها جامعة الملك فيصل. الآن هذا الابتكار الثالث وأوريدي على وشك أيام قلائل حنحصل على براءة اختراع رابعة خلال هذه السنة. ما شاء الله، بنجي على الرابعة ونعرفها منك دكتور، بس بنعود وانت ذكرت أنه البحث العلمي وكيف أن يكون منتجاً. اليوم هذا البحث أو براءة الاختراع كيف ستكون وتفتح آفاقاً جديداً لعلاج العديد من الأمراض المناعية؟ يعني خلينا نتصور حالة صحية شوي عشان نشرحها بشكل أوضح دكتور. هي الحالة مثلا أن لا قدر الله أحد الأشخاص حصل على مثلا خبر غير سار أنه حصل على مثلا التهاب معين نتج عنه سرطان. السؤال الآن، إيش دور البحث العلمي في خدمة هذه الإشكالية في الجسم البشري؟ في مبادرات كبيرة جدا ان احنا كيف نتغلب على اشكالية الالتهابات هذه،
شيء المعتاد انك تروح للصيدليه وتطلب علاج بسيط ممكن انه يتغلب على الالتهاب هذا، لكن الاشكاليه انه لما يكون الالتهاب هذا اكثر حساسيه واكثر خطوره على الجسم ممكن انه ينتهي لا قدر الله في وفاه الجسم، فهنا نحتاج تدخل اكبر. الاشكاليه ان العلم الحديث يبقى انه محدود في معالجة الالتهابات الخطيرة جدا العالية الخطورة مثل السرطان، وفي جهود والعدد من الجامعات الرائدة تستثمر مبالغ طائلة لدعم البحث العلمي في هذا المجال، وجامعة الفيصل الآن هي قاعدة تنضم للجامعات الرائدة في هذا المجال من خلال تخصيص دعم كريم جدا المالي لشراء جميع المستلزمات اللي يحتاجها مثل الأبحاث هذه للتغلب على خطورة الالتهابات الحادة في هذا المجال. جميل جدا، خبرنا أكثر عن أهم أو البرامج المستحدثة اللي قاعدين تطورونها في الجامعة. جامعة الملك فيصل تدرك إدراكا تاما خاصة خلال العقد الأخير من مراحل تطورها أن الباحث هو العنصر الأساسي في الجامعة، وهذا اللي يميز الجامعة عن المدارس عن القطاعات المختلفة، البحث العلمي. فلذلك عندنا مشاريع مباركة بدعم كريم من معالي رئيس الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، أن احنا أول ما يصل عندنا الباحث سواء كان على عقد دائم أو على وظيفة مؤقتة أن احنا نتبناه ونعيد تهيئته، سواء كان جاء من بعثة سواء كان جاء واصل حديثا للمملكة العربية السعودية، فاحنا نتبناه بأول برنامج اللي هو برنامج تهيئة، نهيئه تماما بحثيا ثم نبدأ في سلسلة من التدريب. من أبرز أوجه التدريب اللي احنا متبنينها الآن هي شيء يسمونه الباحث الرقمي، أن كيف أن احنا ناخذ الباحث هذا وندخله في قرن 21 ونزوده بجميع المهارات الأساسية في كيكون مواطن القرن 21 بما فيها أنه يكون باحث رقمي مزود بجميع المهارات الرقمية اللي تساعده في إنتاج بحث مميز، في إنتاج بحث بسرعة عالية جدا وعدم ضياع وقت احيانا في بعض الأشياء اللي الادمنستريتيف مثل ما يقولون في الامور الاداريه وغيرها من الاشياء. فاحنا كيف نحن نزيد الافشنسي والفاعليه لعضو هيئه التدريس من خلال تزويده بعدد المهارات الرقميه. الله يوفقكم، تستمر دائره الدعم للباحث الرقمي. ما شاء الله، الله يوفقكم. طيب دكتور، نبي نستفيد من وجودك معنا، وانت ذكرت الان في ثلاث براءات اختراعات وايضا هناك رابعه في الطريق، نبغى تكلمنا عن الرابعة، وأيضا لو رجعت وذكرت أن الثنتين اللي قبل احنا تكلمنا الآن عن طبعا مثبطات الأنزيمات، نبغى نتكلم عن اللي قبل لو تعطينا عنها أفكار موجزة حتى نعرف هذا النشاط فيما يتعلق ببراءات الاختراعات بالنسبة لكم بالجامعة. يعطيكم العافية. الجامعة أسست نظام متكامل لإدارة براءات الاختراعات. نعم. يبدأ من كيف ان احنا نرفع وعي اعضاء هيئه التدريس بضروره تسجيل براءات اختراعاتهم، لان للاسف عدد من اعضاء هيئه التدريس متخيل ان براءات الاختراعات احيانا تكون مهمه صعبه جدا، لكن في حقيقه الامر تسجيل براءات الاختراعات والاشياء الاداريه ممكن تسهلها المنظمه بشكل كبير. فاحنا الان عندنا مكتب خاص في متخصصين، في محامين متخصصين ان هم يساعدون اعضاء هيئه التدريس لكتابه براءات الاختراع بطريقه معينه ممكن نقدمها للجهه المعنيه بتسجيل براءات الاختراع. الجهه اللي احنا متعاملين معها مبدئيا اللي هي مكتب المحامي الامريكي، فاحنا ناخذ العمل من عضو هيئه التدريس، نجلس معه جلسه مطوله ثم ندربه على ان كيف انه يصيغ البراءه بشكل قابل للتقديم على مكتب المحامي الامريكي، ثم مكتب المحامي الامريكي يستلمها ويدرسها ثم يعطينا تغذيه راجعه ثم نساعد الباحث على. جيد دكتور، لكن ماذا عن براءه الاختراع نفسها؟ لو اعطيتنا افكار موجزه الوقت داهمنا دكتور. الرابعه نبغى نتكلم اللي في الطريق الان والثنتين اللي قبل. بالضبط، الرابعه بصراحه ما نقدر نكشفها لان الى الان ما بعد انها نستلم الشهاده، لكن مثل ما يقولون ستي توند، وان شاء الله احنا بنزودكم فيها مجرد انها ما تخرج، لكن صعب جدا ان احنا نكشف ماهية الاختراع هذا، لكن هو اختراع جدا مميز في علم الأدوية، وإن شاء الله بيكون خروجه في غضون أسابيع قليلة، في أسوأ حالاته أشهر قليلة بإذن الله إن شاء الله. نعم الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الليلي عميد البحث العلمي بجامعة الملك فيصل، كل الشكر والتقدير لك وشكرا لقبول دعوة الإخبارية. موفقين يا دكتور. شكرا لكم، شكرا لكم على كريم الدعوة. الله يحييك.